هاي حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. كل سنه وانتم طيبين. بالمناسبه بكره العيد، اعتقد ان الفيديو ده هينزل اول يوم عيد، انا مش متاكده لسه. اذا بتتفرجوا عليا في العيد كل سنه وانتم طيبين. النهارده يا حلوين شفت تعليق من كام يوم، تقريبا من يومين كده، البنوته سالتني ازاي بتعملي شعرك سشوار في البيت، وطلبت مني ان انا اعمل لكم توتوريال سريع اعمل فيه طريقه عمل السشوار في البيت. حسيت ان دي هتبقى فكره حلوه قوي، لان انا عارفه ان في ناس كتير جدا بتعاني من عمليه السشوار، ان هي لازم تروح تعمله في صالون بتعرف تعمله لنفسها في البيت، وده طبعا بيكلف وقت طويل جدا ومجهود وفلوس كتير. فقررت النهارده ان انا اوريكم طريقتي علشان اعمل سشوار في البيت، عشان شعري يبقى فولومينس وفي فوليوم وباونس كده زي ما انتم شايفين. انا شعري خفيف جدا 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 ومش بيتحمل خالص الفوليوم وبيقع بسهوله، فلو اي حد فيكم شعره زي شعري الفيديو ده ممكن يبقى مفيد جدا بالنسبه لكم. كمان هعلمكم ازاي انا بحب اعمل سشوار لشعري بطريقه معينه كده، بحيث ان شعري يبقى بيلمع وشكله ناعم جدا في نفس الوقت ما يبقاش فلات ولازق في وشي. وهوريكم كمان البرودكت حلوين اللي انا بستعملها كلها علشان ادي شعري فوليوم ولمعة. فلو دي حاجه تهمكم يا حلوين اتفرجوا على الفيديو ده وتابعوني على الانستجرام. الانستجرام بتاعي اللي مش متابعني عليه، لان انا بنزل كمان فيديوهات قصيره ازاي بعمل فوليوم في شعري وازاي بهتم بشعري، ميك اب وحاجات تانيه كتير جدا، فتابعوني هناك. اول حاجه هتكلم عنها حلوين هي الفرش بتاعه السشوار. في انواع فرش كتير جدا موجوده في السوق ممكن تشتروها. في النوع ده من الفرش اللي هو بيبقى حجمه كبير جدا والشعيرات بتكون بعيده عن بعضها كده، دي نفس النوع تقريبا بس الحجم بتاعها اصغر شويه. دي بتبقى احسن لو انتوا شعركم طويل قوي زيي، يعني انا حتى كنت جايباها قبل كده لما كان شعري كمان اطول من كده. الحلو فيها ان فيها شايفين الحته المدببه قوي دي اللي هي بتقدروا ان انتوا تفرقوا بيها الشعر من ورا، وكمان لانها خطيره ممكن تقفلوها او تفتحوها ان ممكن تعوركم. وفي بقى نوعيه الفرش الثانيه اللي هي عاده بتبقى خشب كده، اللي زي ما انتم شايفين الشعر بتاعها بيبقى قريب جدا جدا من بعضه. دي كمان الشعر بتاعها قريب جدا جدا من بعضه، بس طبعا في فرق كبير في الحجم، وفي فرق كمان ان دي معموله من جوه من الخشب ودي معموله من جوه من الحديد او حاجه متل المونيوم اي ثينك. فدي بتسخن مع الحراره وبتعمل كانها فلات ايرون في نفس الوقت اللي انتم بتعملوا فيه بلو اوت. انا بصراحه طول الوقت كنت بستعمل الفرشه دي، بس مؤخرا شعري بقى ناشف اكتر من طبيعي، فالفرشه دي ما بقتش تريحني، لان زي ما انتم شايفين الشعيرات بتاعتها بعيده عن بعضها، فمش بتشد الشعر قوي ومش بتفرده 100%، فاهمين قصدي؟ يعني دي عاده بستعملها لو انا عايزه مجرد ان انا انشف شعري على السريع، بس لما ببقى عايزه ادي شعري فوليوم واديه لمعه ويبقى شكله كانه لسه طالع من الصالون عاده هستعمل دي. ده الحجم اللي انا هستعمله، لان زي ما بقول لكم انا شعري يعتبر طويل، بس اذا شعركم قصير ممكن تستعملوا حجم زي كده، ده يعتبر متوسط. ودي بتستعمل بقى للجذور بتاعه الشعر من قدام، وانتوا الجذور بتاعتكم مش مفروده، هوريكم بتستعملوها ازاي. اكتر حاجه انا بنصح بيها لو عايزين زي ما بقول لكم الشعر بيلمع هي الفرشه دي بصراحه. يعني دي زي ما بقول لكم اللي هي بتبقى الشعيرات بتاعتها قريبه قوي من بعضها، وفي نفس الوقت تبقى معموله من حاجه متل من جوه، بتساعدها ان هي تسخن. بس خلوا بالكم لانه لو لمستوا الحته المتل دي وانتوا بتعملوا بيها السشوار ممكن تتلسعوا بجد كانكم مسكتوا فلات ايرون. تاني حاجه مهمه جدا لازم نتكلم عنها هي نوعيه السشوار اللي هتستعملوه. البراند دي بصراحه دايما بتريحني، اسمها الكم او الشم، غالبا الكم. اكتب لكم اسمه طبعا والموديل بتاعه هنا على السكرين علشان لو في اي حد فيكم عايز يجيبه. الفكره حلوين ان انتوا تجيبوا حاجه يبقى مكتوب عليها ان هي ايونيك او بتشتغل بنظام الايونات اللي هي بتمنع الفريزينس بتاع الشعر او بتمنع النفشه بتاعه الشعر، اللي هي الكهرباء الاستاتيكيه اللي بتحصل في الشعر لما بنيجي نسشوره. كمان لازم لو عايزين شعركم يبقى بيلمع انتوا تستعملوا نازل للسشوار، يعني ما تستعملوش السشوار كده لان الهواء اللي بيطلع منه بيبقى مشتت ورايح في اتجاهات كتير. بالنسبه بقى لتحضير الشعر نفسه يا حلوين، زي ما انتوا شايفين انا شعري اوريدي مبلول، هقول خلينا نقول 60% مثلا، محتاج لسه ان هو يتنشف شويه. طبعا غسلت الفروه بتاعت راسي بالشامبو مرتين علشان اتاكد ان مفيهاش اي زيوت او اي دهون خالص، وحطيت كونديشنر او مرطب او ليف ان على الاطراف فقط، يعني ابتداء من هنا كده لحد تحت. حاولوا لو انتوا عايزين فوليوم في شعركم ان انتوا ما تقربوش اي نوع من انواع المرطبات او الكونديشنرز على فروه الراس، لان هي كده كده اصلا فروه الراس بتفرز دهون على مدار اليوم وعلى مدار الاسبوع، فانتوا مش محتاجين تزودوا ده. بدل ما تعملوا كده ممكن تستعملوا حاجه للروتس زي مثلا السبراي ده اللي هو بيتحط على الجذور بتاعه الشعر عشان يديها فوليوم. انا هستعمل النهارده ده من سكسي هير، اسمه روت بامب، ده عباره عن زي موس كده، هو ده شكله. انا بس هحطه على المناطق اللي انا عايزاها تبقى فيها فوليوم كتير، مش هحطه على الشعر كله طبعا. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انتوا ما ينفعش تستعملوا الحاجات دي بشكل يومي او بشكل اسبوعي. اهم حاجه ان انتوا تحطوا واقي من الحراره على اطراف الشعر. انا هحط ده من تريزمي بس مش هكتر خالص علشان مش عايزه شعري يبقى برده فلات.
بعد كده هنستعمل فرشة الشعر دي. دي احسن نوعية فرش للشعر انا جربتها في حياتي بصراحة، لان انا شعري بيتشابك بسهولة جدا. كل الفرش اللي جربتها بتقطعلي شعري، حتى التانجل تيزر دي اللي هي معظم الناس تستعملها بتقول ان هي حلوة لتسليك الشعر، ما بتريحنيش خالص الحقيقة. مش عارفة، دي انا كنت جايباها من اعتقد من دايسو، بتسلك الشعر حلو قوي 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 من غير ما تقطعه او تشده او توجعكم خالص. هنمشط الشعر كله بس علشان نتأكد كده ان مفيهوش اي نوتس، وده مهم جدا نعمله قبل ما نبتدي نعمل سشوار، لانه احنا بنعمل سشوار الفرش بتاعه السشوار مش معموله بطريقه تخليها تمنع التشابك بتاع الشعر، فمش المفروض ان احنا نسلك بيها شعرنا ابدا. كده شعري جاهز ان احنا نبتدي نعمل السشوار. انا بحب اقسم شعري اول حاجه نصين، يعني باجي من فوق وداني كده وبقسم الشعر نصين. طبعا كل واحده هتحتاج تقسم شعرها عدد اقسام على حسب كثافته، في ناس قسمين بيكونوا كفايه زي، في ناس بيحتاجوا يقسموا شعرهم خمس اقسام مثلا. نجيب توكه زي كده ونثبت القسم اللي فوق وهنبتدي القسم اللي تحت. زي ما بقول لكم انا شعري محتاج ان هو ينشف شويه، فهستعمل اول حاجه الفرشه الكبيره دي علشان انشفه. الطريقه اللي انا هنشفه بيها، انا همسك الشعر كده، اهم حاجه ان الشعر يبقى واقف من الجذور كده، ما يبقاش على تحت. ان في ناس، او انا عاده بصراحه، انا عاده كنت دايما بعمل شعري بالطريقه دي وامشي عليه السشوار كده، فده كان بيخليه ينزل ستريت، يعني يتعمل له سشوار وهو ستريت. الصح ان احنا المفروض نخلي الشعر مرفوع لفوق كده واحنا بنعمل له سشوار بالطريقه دي كده، او نستشوره كده من الناحية التانية. المهم ان الجذور بتاعته تبقى واقفة. هنستعمل الفرشه دي بدل الفرشه دي، لان دي بتبقى اسهل كتير جدا مع الشعر المبلول، لان هي مش الاسنان بتاعتها مش قريبه من بعضها، فمش بتسبب تشابك. لو استعملتوا دي والشعر مبلول هتلاقوا صعوبه كبيره جدا في ان انتوا تفردوا الشعر بيها، فانا انصح ان انتوا تبتدوا بحاجه زي كده. ولو ما عندكوش فرشتين او مش عايزين تشتروا فرشتين، ممكن تستعملوا حتى الفرشه دي بتاعه تمشيط الشعر العاديه في تنشيف الشعر، مجرد ان انتوا بس بتدخلوها كده من تحت الشعر وتنشفوا الشعر بالطريقه دي. انا عارفه ان في الاول طريقه ماسك السشوار والفرشه في نفس الوقت ممكن تبقى صعبه، بس هتتعودوا مع التمرين. اهم حاجه ان انتوا تحاولوا تكرروا الموضوع كذا مره علشان تبتدوا تتعلموا. انا اول حاجه بمشي الفرشه كده في الشعر مره او مرتين، بعد كده بقوم زقاها لفوق وانا بلفها في نفس الوقت، وامسكها بالايد الشمال لان انا بكتب بايدي اليمين. همسك السشوار بالطريقه دي، وانا بنشف الشعر ممكن اخلي درجه الحراره متوسطه، مش لازم تكون عاليه، ومش بقرب قوي السشوار من الشعر علشان الشعر ما يتحرقش، بخليه بعيد شويه بس بدرجه ميلان كده موازيه للشعر، يعني مش بعمله كده، بعمله مايل بالطريقه دي. ابتدي احرك الفرشه والسشوار في نفس الوقت، لما بقرب للاطراف بتاعت الشعر ببتدي ان انا الف الفرشه مره تانية. هي دي الحته اللي بتبقى اصعب شويه، لان الاطراف بتحتاج ان هي يتعاد عليها كذا مره بالطريقه دي. زي ما شفتوا يا حلوين، الشعر وقع مني في الاخر، عادي جدا ما تخافوش من الموضوع ده. يبقوا بس سيبوا السشوار، انا عاده بسيب السشوار، يعني مش برجع اركب الشعر تاني في الفرشه وانا ماسكه السشوار بنفس الايد، يعني بيبقى صعب قوي، بس بحط السشوار على جنب وارجع تاني اركب الفرشه واشغل السشوار. انا شعري كده بقى ناشف بنسبه 90% مثلا، لان انا شعري بيتشابك بشكل مش طبيعي، سبيشلي هو مبلول، بضطر ان انا امشطه احيانا في نص العمليه. بس كده هو يعتبر ناشف بنسبه 90% او 95%. هنقدر بقى دلوقتي ان احنا نستعمل الفرشه دي. الفرشه دي بتبقى اهم لما بنقرب اكتر من الطبقه اللي فوق، لان الطبقه اللي فوق هي اللي بنبقى محتاجينها تبقى فيها فوليوم اكبر. فممكن عادي تخلصوا شعركم الجزء اللي تحت كله من غير ما تستعملوا الفرشه الكبيره دي، وبالذات لو شعركم طويل قوي. بنفس الطريقه هدخلها تحت الشعر كده وهرفع الجدر بتاع الشعر لفوق، بس المره دي هنقرب السشوار شويه من الشعر وهنعلي درجه الحراره على الدرجه السخنه، مش الدرجه الدافيه. ادي اول خصله من الشعر كده خلصت، خلصت الطبقه الاولانيه. بعد كده هرجع لكم تاني علشان اقول لكم بقى الحته اللي فوق دي هنعملها ازاي. بس كده خلاص خلصت كل الطبقه اللي تحت. دلوقتي هنيجي لاهم طبقه اللي هي اللي فوق دي، اللي احنا حاطين عليها زي ما بقول لكم الهير سبراي. بالنسبه للطبقه دي انا بقسمها بطريقه مختلفه تماما، انا بقسمها جزء صغير يمين جزء صغير شمال. الجزء اللي في النص ده بقوم قسماه نصين بالشكل ده. اوكي، هنخلي اللي قدام ده للاخر وهنبتدي بالاطراف دي.
اهم حاجة عندنا في المنطقة دي هي الروتس، علشان كده ممكن نبتدي نستعمل الفرشة الصغيرة خالص دي لو انتوا الروتس عندكم مش مفرودة يا حلوين. تمسكوا الفرشة دي وتلفوها على الشعر بالطريقة دي، شايفين الروتس مشدودة ازاي؟ متقلقوش مش بتوجع خالص. بنشغل عليها السشوار بالطريقة دي لفوق، شايفين ازاي؟ تحسوا ان الروتس كده طلع البرة. دلوقتي بعد ما عملنا كده وتأكدنا ان الجذور مفرودة، نبتدي بقى نفرد الشعر. بنمسك الفرشة دي بنفس الطريقة تحت الشعر كده، بس المرة دي هنمسك الفرشة الطريقة دي بحيث ان الروتس تبقى مشدودة البرة كده. بعد كده نعمل نفس الموضوع ونستشور الشعر وهو مشدود العكس، يعني مرة هنشده الناحية دي ناحية اليمين ومرة هنشده ناحية الشمال بالطريقة دي. بعد كده هنحط الفرشة على الشعر من برة ونلفها مرة واحدة، نبتدي ان احنا نكيرل الشعر بالطريقة دي علشان نتأكد يا حلوين ان الشعر مفرود من كل النواحي. هنعمل نفس الكلام الناحية التانية. اخر حاجه بقى يا حلوين واهم حاجه هي الطبقه اللي بتبقى فوق خالص دي. دي انا بحب ان انا اسيبها، لو عندكم عارفين الرولرز اللي هي الكبيره دي بتاعه الشعر، يفضل ان انتوا تسيبوهم فيها، بس لو ما عندكوش ممكن تستعملوا نفس الفرشه، تطلعوا الشعر لقدام كده والسشوار بنعمله من تحت بالطريقه دي. بعد كده بنرجع نلفه تاني ونعمله من فوق بالطريقه دي، يعني مره من تحت ومره من فوق. المنطقة دي بتبقى أصعب منطقة عادة، بحاول إن أنا في الآخر خالص بعد ما بخلص بلفها على الفرشة بالطريقة دي وشغل عليها الهواء السخن وبعد كده الهواء البارد لمدة 30 ثانية مثلا. بس كده، هي دي طريقتي في السشوار بكل سهولة. لو في الوقت ده انتوا بتحبوا ان انتوا تستعملوا هير سبراي ممكن تستعملوا هير سبراي، انا بكره الهير سبراي ما بحبهوش خالص بصراحة فمش هستعملوه. بس عموما السشوار طريقته في البيت مش صعبة يا حلوين، كل اللي انتوا محتاجينه سشوار كويس وفرشة كويسة وتدريب على طريقة مسك الفرشة والسشوار في نفس الوقت.